دابا غادي ندخلو خليكم معايا. السلام عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان. نتوما كتفرجوا في هاد لا فيديو اليوم ان شاء الله غيكون فلوغ زوين ديال رمضان طبيعي الحال، ولكن غادي نبارطاجي معكم شي حوايج زوينين. خليكم معايا ولا نضربوا بالجان. يلا نمشي نوريكم القناه شوش شو زعما انتغدي انني نصور معرفتش. دابا راه خاص نضحكوا شويه، ولكن شوف سبحان الله العظيم راه خاص تكون عندك المؤهلات ديال الضحك. شوف دابا الناس اللي مهلين في سنانهم، اذا ضحك يبان لك السنان عندهم ستفين بحال الطلبه، بيضين وزوينين. وشي مصاحب الوالدين اللي ضحكوا كيبان لك السنه نايضه هنا، السنه الاخرى نايضه هنا، والبطاطا سخونه، كيتبع المبارك. اتاي حدهم دوك السنان كيوكلوا عليه الله ويطيح. شحال من واحد دابا هنا باغي يضحك مخايف عامل مرته. عيط بالصمت شحال ودني. شوف سي مصطفى ملي ريح حنا وساد فمو، سي مصطفى الخاطر فم عندو تكون مفرقعة بيه بوطاطا سنة ما كضر. كاش اللي كيعجبني في الأدب والصواب قد اللبنانيين المعيور ديالهم زوين. شوف دابا مرت اللبناني إلا كانت عاقة طيب وحركاتها الصبع الصغير
وجات عند راجلها قالت لي حركت صبعي الصغير عن جد انا غيران من هالنار هذه. هي مو اصلها تحرق هالاصابع، هي بدها تذوق طعم الاصابع اللي بتحضر كل هالاكلات الشهيه. واجي عندنا احنا المركه تحرك دراعتي لهنا وجي عند الراجل المعطي انا حركتي مازال مو تشوفي العذاب ديال جهنم على بلادك هذوك عذوبي كيما كانش سحور تلخشي ليا. الناس زوينين الى تقطع الضو هو الاخر كينقص الراجل. لا تخافوا حبايبي راح تيجي الكهرباء. حبيبتي وين هالشمع الحمري تبع سهرتي امبارح؟ راجع عندنا احنا فاش كي تقطع الضو. ورد المال على ودني كالحاج. يلا حلي لي الباب. انا ما عنديش قرعه. بابا اللي عنده قرعه. ما تحلوش ليا هنايا غادي نقول لكم لا فيديو تسالات. كنتمنى انني اعجبكم تكونوا شفتوا معنا دوزتوا معنا وقيته زوينه. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. جيت للدار مهم ضحكنا شويه شطنا دوزنا اوقات زوينه اللي تلحنا وغادي تكون هذه نهايه النهار. نتلاقاو في نهار اخر اللي هو غدا. خليكم معايا. صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في افضل الاحوال زعما كتفرجوا في هذا الفلوغ. مهم هذا النهار باقي له النهار الثالث. هذا النهار هو اخر نهار في رمضان يعني يوم الجمعه، وقررت انني نبارطاجي معكم اخر نهار. ما سخيتش به فريمون، ما سخيتش برمضان، ولكن ان شاء الله حين رمضانات اخرين
رمضان الزويني جايين في الطريق. نشوف هنا. وي نشوف هنا، ماشي هنا، هنا. اوكي دونك فوالا، هادشي اللي كاين. غنمشيو للجامع، كاين واحد الدرس غادي نبارطاجيه معاكم، كاين واحد الاستاذه دونك خليكم معايا. فوالا غير تحملوني تبغي تشوفوني بهادي فريمون، كنلقاها ساهله غير كنديرها فوق مني بطيء وغادي نمشي للجامع. دونك فوالا هادشي اللي كاين، خليكم معايا وكنتمنى هاد الفيديو انا وني الاعجاب ليكم فريمون، متحمسه بزاف وغتعيشوا معايا اجواء زوينه، شتا ديك الحس ديال الفرحه ديال العيد. بقى نعقل كنا صغار كنحسوا بديك الفرحه ديال العيد، تشدوا الحوايج نعسوا وحدانا ونفرحوا في الصباح. بغيت نعيش داك اللحظه حيت شحال هادي ما عشناها فريمون. واخا كبرنا خصنا نحاولوا اننا نرجعوا حنا اللي كنحفزوا نفوسنا والعقل الباطني ديالنا ان ديك الفرحه خص تبقى ماشي تمشي. دونك فوالا هادشي اللي كاين، يلا نبداو الفيديو ديالنا. يلا نكملوا الفيديو ديالنا ماشي نبداو. وشهر كامل من عمرنا، هذا دليل على احترامنا. كل ما هو أمر الله خريفة وآتي